اهم شيء بالموصل الباب الاول المطار والمحافظه ودوائر الدوله والمطار، يعني من يفتح المطار نص اهل الموصل يشتغلون، يعني 20% من شباب الموصل على الطالب والطاله كانت تشتغل بالمطار، باب رزق المطار كثير ناس. يعني تساعد على الحركة التجارية والاقتصادية. 20% من حركة الموصل بهذا المطار، هالعوائل الفقيرة هاي كانت تستفاد من المطار وموضع المطار، الأسواق، الدكاكين، محلات جوا، كافيتريات. يعني نتمنى من الحكومة تنظر بينا بهذا المنظر، ما المطلوب لنا، عامل كل الناس. يعني نشكركم على التعاون معنا ووصول كلامنا للعالم كله على مود نتصل بالعالم من المطار، يصير اتصالنا بكل العالم. المطار نقطة مهمة بالموصل، يعني أبسط شيء الاتصال بدول العالم بالمحافظات بغير المحافظات، هذا أهم شيء، أهم نقطة بالمطار. يعني مطار الموصل يعني مطار قديم ومهم يعني ومشهور هذا بالموصل، إيه أهم شيء هذا. مطارات الحكومة غير تنقل المواطنين، أصل حركة بالبلد، هذا يعني تمشي حركة البلد هنا بالمنطقة. يعني يعتبر شريان المدينة. شريان المدينة هنا. زين. مطالبات من الحكومة. الحكومة تسوي مطار الموصل هاي المنطقة القديمة. هاي الشوارع كلها لحق عليها كلها مكسرة. زين. مع العلم كان هذا الشارع كان شريان المنطقة كلها هنا. زين. هسه منه توقف المطار كل شيء ماكو. المحلات كلها معزلة، هذه لا في شغل، لا لحق عليه شارع فارغ. شريان المدينة هو المطار. اي على شغل لا خلنا خلنا. يفيد الحركة الاستثمارية والتجارية والسياحية. وما بس مطار الموصل. أبسط حقوق المواطنة هو الماء والكهرباء يا أخي. الماء والكهرباء والبنى التحتية. يعني حكومة هي حكومة شنو شغلها؟ إذا ما توفر الماء والكهرباء والبنى التحتية والمطار والجراجات يعني شنو الحكومة؟ فتح دوائر بس للهويات، والهويات ذات راح عليها أسبوع 10 أيام لو طلع هوية لو ما طلع هوية. والله إحنا أول مرة هذه المرة التقينا بكم وحاشيناكم على مود المطار، يعني عسى أنه المسؤولين يسمعون هذا الأمر، يعني بس هذا الحكي أنه المسؤولين ولا يسمعون إحنا إيش حنسولف. وانتوا رحتوا شفتوا وضعيه مطار الموصل، واحنا منا عين انه مطار الموصل يكمل اليوم قبل باكر، حتى خلوا يصير لنا اتصال المريض اللي عنده تجاره اللي عنده شغله يريد يطلع بها مستعجله، لكنه وضعيه المطار هي مثل ما هي هاي من قبل سنه واللي جاي الى حد الان يعني.